السلام عليكم ورحمة الله. ما أدري هو انفكاك بالتراضي أم إقالة أم أيا كان. نهاية رحلة المدرب باسم قاسم مع نادي النفط هذا الموسم ليست جيدة، سواء اتخذ القرار النادي أو هو اتخذ القرار أو كلاهما معا. باقي مباراتين لكل فريق ويختتم الدوري العراقي هذا الموسم إلى نصف نهائي كأس العراق، يعني هاي المباراتين وينتهي. من السيء أن يتم الإعلان عن نهاية مدرب مع فريق قبل مباراتين، حتى لو كان مرشح يأخذ الدوري وأخفق، حتى لو كان هبط درجة ثانية. anyway باقي مباراتين، إن كان الفريق سيء جدا فلو تجيب مو غوارديولا، لو كل مدربي الأرض ما راح ينقذه، وإن كان جيد فلو تجيب أسوأ مدرب لو مساعده يقود الفريق راح يكمل. فليش يعني انتهاء، ليش ما خليته بنهاية الدوري يكون بالسي في مالته، سواء هو أو النادي إنه قاد فريق، وأيضا حفظ هيبة الدوري العراقي، لأن اللي للأسف إدارات الأندية خلتها بالحضيض. والحمد لله قالوا الاتحاد انه مسوي قانون عدم تغيير الانديه للمدربيها، ممنوع المدرب يقود اكثر من نادي بالموسم المقبل، لان فوضى صارت بشكل غير طبيعي. فهذا الشيء سلبي، يعني باقي مباراتين، لا المدرب المفروض يترك الفريق، ولا حتى المدرب قالوا موقع له الطلب وبالتوفيق له هو راح يفيد الطلب، ماكو مشكله يكمل مباراتين، هو ما راح يقود الطلب هسه خو على الموسم الجاي، تمام. فشنو هذا يعني الأندية العراقية ومدربينها جاي يسوون شغلات ما أنزل بها الله بها من سلطان. فأتمنى إنه هيش تصرفات صبيانية تبطلوها. باقي مباراتين، الفريق هابط درجة دنيا أو راح يحرز الدوري، الأمر سيان يبقى المدرب، وبعدين الله يوفق بنادي ثاني والله يوفقكم مع مدرب ثاني. هذه النقطة اللي حبيت أقولها، السخف هذا متى ينتهي في الدوري العراقي؟